مجلس إدارة النادي الأهلي في حالة انعقاد دائم ومستمر. شكرا لحضراتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من ملعب الأهلي. الحقيقة أول حاجة لازم أعملها إن أنا بسقف لمجلس إدارة النادي الأهلي ولهذه القرارات الرائعة. الحقيقة النهاردة أنا أول مرة أشوف الأستاذ شريف فؤاد المتحدث باسم مجلس إدارة النادي الأهلي وهو بيعلن هذه القرارات، وكنت قاصد إن أنا أعمل كده. قريت طبعا القرارات طوال النهار أو منذ صدورها وحتى الآن، ولكن لأول مرة أشوف الأستاذ شريف فؤاد زي ما قلت لحضراتكم المتحدث باسم مجلس الإدارة وهو يلقي بهذه القرارات الهامة جدا جدا جدا.